بحضور ومتابعة سلطان بن زايد انطلاق منافسات اليوم الأول من بطولة ترويض الخيول الرابعة 2015. أمانة المجلس الوطني الاتحادي تعكف على تنفيذ أكبر عملية أرشفة وتوثيق لتاريخ الحياة البرلمانية في الدولة. جمعية الشارقة الخيرية ذراع الإمارة الممتد بالخير للعالم تحقق خلال 2014 إنجازات ضخمة في مشاريعها الإنسانية. من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام نقدم لكم أخبار الدار، بدأناها بأبرز العناوين وأهمها فإلى النشرة بالتفصيل. شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات ظهر اليوم انطلاق منافسات اليوم الأول من بطولة سموه لترويض الخيول الرابعة 2015 التي تقام ضمن مهرجان سلطان بن زايد الدولي التاسع للفروسية في القاعة الرئيسية باسطبلات بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي. واستهلت المنافسات التي تتضمن 10 أشواط بمشاركة 120 فارسا وفارسة الشوط التأهيلي التجريبي لجميع الفرسان الفئة التجريبية المحلية، وأشرف على تقييم المتنافسين لجنة متخصصة، تلا ذلك منافسات الشوط التجريبي التأهيلي فئة الخيول العربية المسجلة وشوط المبتدئين فئة جميع الفرسان وفئة الخيول العربية المسجلة وشوط الناشئين وشوط الفئة المتوسطة وشوط الفئة المتوسطة للخيول العربية المسجلة ضمن فئة البطولة الدولية للفرق وفرسان الخيول القصيرة، ومن ثم منافسات شوط الفئة المتوسطة المتقدمة وتتضمن فئة البطولة التجريبية الدولية لفرق الشباب، وأخيرا شوط الفئة المتقدمة وتتضمن البطولة الدولية سانت جورج. أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لا تدخر جهدا في سبيل تأهيل جيل قيادي قادر على قيادة الأفكار الطموحة لخدمة الوطن والمحافظة على نهضته التي أضحت حديث العالم. جاء ذلك لدى استقبال سموه في الديوان الأميري اليوم المشاركين في فعاليات الدورة الثانية من برنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة، والبالغ عددهم 20 مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال سموه إن الشباب هم عماد الدولة ورهان القيادة للحفاظ على المسيرة الاتحادية، مشيدا سموه خلال اللقاء ببرنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة الشباب الطامحين للوصول لقيادات الصف الأول بالخبرة والعلم والصبر. تعكف الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الأرشيف الوطنية على تنفيذ أكبر مشروع أرشفة لتاريخ ووثائق وجميع المعلومات التي لها علاقة بالمجلس الوطني الاتحادي وأمانته العامة منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 من فبراير 1972. وأكد سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس أكد أهمية توثيق تاريخ المجلس وأمانته الذي يمتلك وثائق ذات قيمة تاريخية ووطنية للرجوع إليها من المختصين والمعنيين وطلبة العلم. أشاد معالي أحمد بن محمد الجرواني رئيس البرلمان العربي بخطوات الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الأخيرة في الحفاظ على الشرعية والتوجه إلى عدن لممارسة مهامه منها في ظل سيطرة الحوثيين على صنعاء. وقال الجروان أن أي إجراءات أحادية الجانب لن تسقط بأي حال شرعية الرئيس هادي التي عبر عنها الشعب اليمني بإرادته الحرة. كما أشاد الجروان بلقاء هادي بجمال بن عمر المبعوث الأممي إلى اليمن وعبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا دعم البرلمان العربي لشرعية الرئيس هادي وبنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ودعا الشعب اليمني مجددا إلى الوحدة
الوحدة والتعاون لتفويت الفرصة على كل من يهدف إلى فرض رأيه بالقوة والعبث بأمن ووعث معاليه رسالة تأييد لرئيس اليمني أبدى له فيها الدعم ومساندة البرلمان العربي لفخامته ولإرادة مصلحة الشعب اليمني في ظل هذه الأزمة. حققت جمعية الشرق الخيرية عبر مشروع الكفالات ورعاية الأيتام والمحتاجين إنجازا مشهودا بعد أن كفلت العام الماضي 3273 حالة جديدة، ليرتفع عدد المكفولين منذ إنشاء المشروع عام 1989 إلى 26529 حالة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تخصيص 754185 درهمًا في إطار دعم الأنشطة التعليمية والثقافية من خلال إنشاء المخيمات والرحلات الطلابية وتكريم الطلاب المتفوقين علميًا، إلى جانب ما قدمته الجمعية عبر حزمة من المشاريع الموسمية. وفي سياق متصل، أطلقت جمعية شرق الخيرية عدة مبادرات تهدف إلى تطوير آلية العمل بمشروع الكفالات، وتم خلالها إطلاق مبادرة صرف المستحقات المالية للمكفولين عبر بطاقة الصراف الآلي، وتعد المبادرة الأولى على مستوى الأنشطة الخيرية في الوطن العربي، حيث تم بالفعل تعميم المبادرة على 7000 يتيم في مصر والأردن وجاري تعميمها على بقية الدول. وللمزيد من الطرح ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الخيرية والمدير التنفيذي للجمعية. أهلا بك سعادتك. يا أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادتك، كيف نجحت خيرية الشرق في تنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة للإمارة التي جعلت الإنسان محور اهتمامها؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعليه وصحبه. حقيقة نحن في جمعية الشارقة الخيرية الذراع الخيري لإمارة الشارقة، الإمارة الباسمة، الإمارة المعطاة في الداخل وفي الخارج، في رعاياها بالنسبة لمواطنيها ولا بالنسبة لإخواننا المقيمين داخل الدولة وخارج الدولة في جميع أنحاء العالم. الحمد لله نحن اليوم نعمل في أكثر من 85 دولة خارجية بفضل رب العالمين، بلغت مشاريعنا الخارجية ما يوازي 222 مليون و581 ألف درهم خلال عام 2014. الحمد لله تركزت مشاريعنا كلها في مشاريع إنسانية، بناء مساجد، حفر آبار، تجهنا الى بهذه التوجيهات الساميه من سمو الحكم الله يطول في عمره، ان شفنا المحور الرئيسي التعليم والصحه. فبفضل الله كانت عندنا مشاريع كثيره في هذه الدوله تتركز على المشاريع التعليميه والمشاريع الطبيه. والحمد لله نحن بالتوجيهات هذه مستمرين في خلال 2015 ان شاء الله، وبدعم المحسنين. يعني نحن في جمعيه الشارقه نستقي من المحسنين هم اللي يشجعونا للعمل هذا. نعم ان شاء الله. لو تحدثنا عن دلالة الأرقام التي كشفت إنجازات جمعية الشرق الخيرية العام الماضي. حقيقة مثل ما قلت، الحمد لله نحن في خلال 2014 مشاريعنا اللي نفذناها 222 مليون و581 مشاريع داخلية خارجية خارج الدولة. وهذه الأرقام حقيقية وما جت إلا بدعم من إخواننا المحسنين داخل الإمارة. والحمد لله نحن في 2015 نهدف إلى زيادة الحصة ونهدف إلى زيادة والتكريس في التثقيف الطبي والصحي. يعني الهدف الرئيسي السنة اللي في هذه السنة إن شاء الله نزود من مشاريعنا في المشاريع التعليمية والمشاريع الصحية، لأن دائما توجيهات سمو الحاكم لنا ولهذا أن الإنسان إذا كان متعلم وإذا كان متغذي والناحية الطبية عنده جيدة ليكون. فنحن نظرنا في مشاريعنا دراساتنا الميدانية في خارج الدولة دائما أن الأخوة أخواننا المستحقين في هذه الدول تنظر إلى الناحية الطبية. فالحمد لله نحن يوجد علينا عندنا أكثر مشروع كبير إن شاء الله في أفريقيا وفي السودان بالمسح الطبي.
نعم، كلمة أخيرة سعادتك توجهها للجمهور. أناشد إخواننا المحسنين بدعمنا لعشان نقدر نوصل هذه الإمكانيات للخارج، فما بتكون إلا بدعم إخواننا المحسنين. وفي داخل الدولة بعد نحن يعني أشوف الفرصة هاي، وأنا في إخواننا المحسنين بدعمنا، لأن نحن معانا الزواج الجماعي الثالث اللي بيكون في الشرق إن شاء الله بتشريف وحضور ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان ولي العهد ونائب حاكم الشرقة، بيكون العرس الجماعي الثالث. وكما نعمل ان نحن اماره الشارقه هي الاماره السباقه، والسمو الحاكم هو الذي نادى في اول زواج جماعي في سنه 1989 بالزواج الجماعي. نعم، الاول ان شاء الله وكان كل التوفيق لكم. سعاده عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس اداره جمعيه الشارقه الخيريه والمدير التنفيذي للجمعيه، شكرا لك. أخبار الدار ما تزال متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعونا بعد الفاصل. واجهة المجاز المائية تشهد فعاليات مهرجان المرح للصحة واللياقة 2015 الذي ينظم في جميع المناطق التعليمية بالدولة. عودة جديدة نواصل فيها تقديم ما تبقى من أخبارنا، فمرحبا بكم. إلى المنطقة الشرقية، حيث نظم مركز التنمية الأسرية في خرفكان احتفالية مهرجان الجيران التراثية الذي احتوى عدة فعاليات، وهي ركن الطبخ التراثي وركن الحرفيات وركن الأسر المنتجة وكذلك متحف الجيران، بالإضافة إلى عروض الفرق الشعبية. حضر المهرجان الهدف لتعزيز علاقات المودة والتراحم بين الجيران والأسر سعادة عبد الله الصم رئيس المجلس البلدي بخرفكان والسيدة موزة الشحي مديرة فروع مراكز التنمية الأسرية. وفي السياق نفسه ولكن في المنطقة الوسطى وفي القرية التراثية بالمدامة، تتواصل فعاليات برنامج الجيران الذي تنظمه مركز التنمية الأسرية بالمدامة بهدف تعزيز الروابط بين الجيران وتقوية صلة الرحم من خلال تبيان فضائل التواصل والمحبة بين الجيران. احتوت الفعاليات على مسابقة للسيدات أحلى الأكلات من الجيران، ومسابقة تراثية وألغاز شعبية، ومحل للأسر المنتجة منتجات منوعة ومميزة. ألقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة القبض على أشخاص يروجون لحبوب تساعد على الإجهاض عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت مكانا لانتشار بعض هذه الظواهر السلبية. في التقرير التالي نرصد لكم بعضا من هذه الظواهر مع الزميل محمد الهنيامي. هذه الكميات من الحبوب التي تسبب الإجهاض كانت موجهة لدمار المجتمع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الأيدي الأمينة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة كانت بالمرصاد بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان لتمنع وصول هذه المواد الخطرة إلى ضعاف النفوس. طبعا بعد جمع الاستدلالات تبين أن الشخص اللي تم ضبطه هو شخص فرعي أو كمندوب يقوم باستلام الحبوب من شخص آخر ويبيعها لمصلحة الشخص الرئيسي. طبعا بعد البحث والتحرير تبين أن الشخص المذكور أو الرئيسي متواجد في إمارة عجمان، تم التنسيق مع الأخوان في شرطة عجمان مشكورين، تم ضبط المتهم وحوزته كميات كبيرة من الحبوب الجنسية والحبوب التي تسبب الإجهاض. خطورتها كبيرة، عدم وجود طبيب مختص يشرف على استخدامها من قبل أي شخص، ممكن يكون لمضاعفات سبب الله في بعض الحالات تسبب الوفاة. مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مرتعا خصبا لتداول كل محظور، فهذه المواقع سلاح ذو حدين، إما للإيجابية طريق أو للسلبية هاوية. والله أشوف وايد مواقع يعني بس لترويج هالأشياء، حتى على مستوى الأفلام الإباحية يعني شوف الكنترول صعب جدا، أنك أنت يعني تسوي كنترول على الموضوع وتمنع الناس صعب جدا. أنا أشوف أن موضوع التوعية هو أهم شيء. الجنسية يعني منتشرة كل مكان، في حتى ليها
يعني هالمواقع تطلع لك يعني فجأة هالأشياء، أشاهد أنا الأشياء الخطرة في المواقع كلها، يعني كل شيء موجود في التواصل الاجتماعي يتزق حسن المتعب. لكن إن يترك الباب مفتوح لا ينظر الأب ولا الأم إلى ما يعمل به الأبناء، هذا أعتقد أنه يكون يعني من باب الخطورة هنا يقلبها للأخوان أو للبيت أو للصحبة لهم. القيادات الشرطية تؤكد في كل مرة حزمها في التصدي لتلك النفوس الضعيفة التي لا تفكر إلا في الجانب المادي والربح السريع. نحن دائما ندعو أفراد المجتمع بشكل عام، المواطنين والمقيمين، أنهم يكونوا حريصين في التعامل مع هذه الفئة، عدم دعمهم، عدم التعامل معهم، الإبلاغ عنهم، تقديم أي معلومات تفيدنا نحن كجهاز شرطة في التوصل لهذه الفئة اللي يعني تقوم هذه السلوكيات الغير قانونية. هي رسالة واضحة لأفراد المجتمع للتعاون مع الأجهزة الشرطية لقطع الطريق أمام هذه الفئات التي أصبحت نقطة سوداء في المجتمعات. القيادات الشرطية تضرب بيد من حديد في التصدي لتلك النفوس الضعيفة التي تشكل خطراً على أمن المجتمع، فكانت نهايتها خلف القضبان لسنوات طويلة. ليخبر الدار، محمد الهنيامي من إمارة رأس الخيمة. تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تختتم اليوم في واجهة المجاز المائية بإمارة الشارقة فعاليات مهرجان المرح للصحة واللياقة 2015 الذي ينظمه مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في جميع مناطق التعليمية بالدولة. تحت أجواء من المرح والحيوية والنشاط يشهد مهرجان المرح للصحة واللياقة 2015 في إمارة الشارقة مجموعة من الفعاليات الهادفة إلى استقطاب كافة الفئات العمرية، إضافة إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة حياة صحية وتفعيل هذه الثقافة بينهم في جو من المرح. الفعاليات التي أقيمت وتستمر على مدار يومين بمشاركة عدد من طلبة مدارس الشارقة شهدت فقرات فنية تراثية وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى توفير ركن خاص بالأغذية الصحية. جدير بالذكر أن مهرجان المراحل الصحة واللياقة 2015 يستهدف طلبة المدارس من جميع إمارات الدولة ويستمر على مدار 3 أسابيع في جميع المناطق التعليمية بواقع يومين في كل إمارة للارتقاء بالوعي الصحي بين كافة أبناء المجتمع. ما زلنا في الإمارات الباسمة، إذ شهد نادي سيدات الشارقة ختام عرض التزلج على الجليد السنوي أميرة الثلج بمشاركة فرق التزلج التابعة للنادي وبحضور عدد كبير من الجمهور الذي تفاعل مع العروض الأربعة التي نظمها النادي على حلبة التزلج على مدار 3 أيام. ويعتبر عرض التزلج على الجليد من أهم الفعاليات السنوية التي تنظم في حلبة التزلج الوحيدة من نوعها في إمارة الشارقة، ويتاح من خلالها للفتيات الصغيرات إظهار قدراتهن الإبداعية في التمثيل والرقص على الجليد، وفي نفس الوقت تقديم أشهر قصص الأطفال الشعبية في العالم، وخاصة تلك المرتبطة بالثلج، بهدف تطوير مهارات الفتيات والسيدات في هذا المجال لتخريج محترفات يتمتعن بقدرات عالية في تقديم العروض الممتعة. في مساحتنا هذا نستعرض بعض المعالم التي تزهو بها الإمارة الباسمة والتي أسهمت في تتويج الشارقة بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2015.
ضمن احتفالات الشارقة عاصمة للسياحة العربية 2015، تكثر الجولات السياحية التي تعد أحد أهم وسائل التعريف بالمعالم الحضارية والحيوية في إمارة الشارقة التي يتوافد عليها السياح من جميع بقاع العالم. أخبار الدار رافقت إحدى الجولات السياحية ووفتنا بالتقرير التالي. أخذتنا الجولة السياحية التي غطت ربوع مدينة الشارقة لروعة الأماكن وجمالياتها، والتي رأيناها بعيون السائح الذي جاء ليستمتع ويستكشف معالم جديدة تبهره وتجعله يتشوق لزيارة تلك الأماكن في كل مرة يأتي إلى إمارتنا الحبيبة. إنه مكان رائع وأنا أعجبت به كثيرا. أنا أعتقد أنه شيء جميل، والكثير من السياح يقصدون هذا المكان. الجولات السياحية تثري الذخيرة المعلوماتية للسائح، كونها الدليل الأروع للوجهات السياحية في إمارتنا الباسمة، حيث تتنوع المناظر والأماكن والمرئيات، ما يسهم في تشكيل ثقافة سياحية لدى الزائر يلمس عبرها مدى اهتمام الإمارة بالقطاع السياحي، وكذلك يشهد معالم رقيها وحضارتها. التجوال اليومي يبدأ من ميدان الثقافة في الشارقة، ومن ثم ننطلق إلى شاطئ الشارقة، وبعد ذلك إلى مسجد الملك فيصل. لا تتميز إمارة الشارقة بالأماكن السياحية التي تستقطب اهتمام طالب المعرفة والثقافة والعلم فحسب، بل تتوج في إطار السياحة الترفيهية الزاخرة بالمرح والمناظر الخلابة، مما يجعل التجوال ممتعا ومشوقا، إذ إنها لا تثير شغف السائح فقط بل أبناء الإمارة أيضا. فابتسم، أنت في عاصمة السياحة العربية. ختام أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة. لقاؤنا يتجدد وإياكم في تمام الساعة 12 منتصف الليلة، وإليكم التذكير بأبرز العناوين. بحضور ومتابعة سلطان بن زايد، انطلاق منافسة اليوم الأول من بطولة ترويض الخيول الرابعة 2015. أمانة المجلس الوطني الاتحادي تعكف على تنفيذ أكبر عملية أرشيف وتوثيق لتاريخ الحياة البرلمانية في الدولة. جمعية الشارقة الخيرية ذراع الإمارة الممتد بالخير للعالم تحقق خلال 2014 إنجازات ضخمة في مشاريعها الإنسانية.